اي اف ام سبور بلس ايمن زروق حوصله لاهم الاحداث الرياضيه في ال 24 ساعه. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في حلقه جديده من سبور بلس، حلقه 3 اكتوبر 2023. تحيه لكل المتابعين والمستمعين واللي يسمعوا فينا هما رايحين في كراهبهم ويحطونا بالذمه باش ننسوهم في السيركولاسيون. مرحبا بالجميع، والحلقه نتاع اليوم باش نحكيوا على رابط الابطال الاوروبيه، باش نحكيوا على برنامج المقابلات، ونحكيوا بطبيعة على مانشستر يونايتد وحنا بعد المجبري اساسي بعد شويه في مواجهة غالاتا سراي، نحكيو على عقوبات الرابطة، 3 مباريات لتوغاي، وكذلك شهاب العبيدي وندا ولاعب الملعب التونسي، ونحكيو على المسابقات الإفريقية، قراءة في الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في الكاف وفي تشامبيونز ليج، شكون هم المفاجآت اللي تنجم تكون في النسخة هذية، وقتاش باش تكون القرعة، وكل ما نستطيع معرفته في تشامبيونز ليج والكاف بالنسبة للسنة. وبطبيعة الحال باش نعملوا متابعة ل الموضوع الساعة اللي هو من سيكون المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي، ما هي هوية المدرب وما هي خصائصه، المؤكد أنه سيكون مدرب أجنبي، وسؤالنا في التاك وتاك بعد شوية مع أم ضد هذا التوجه. مرحبا بالجميع، تحية لكل فريق الإعداد، تحية لوئام وميم القربي عاطف، وتحية لمحلين الفنيين اللي رافقونا في البلاتو اللي هو وحشة باعتبار أنه خير ميسيون عملها معنا منذ يوم الثلاثاء الفارط. سمير سليمي، مساء الخير. أهلا بك، تحية ليك زروق، تحية الباكي ومحليه في الأحمر الفاقع حتى ربي فضل جيما منور خويا، تحية للناس الكل، الناس اللي سهلوا علينا زاد على 10 دقائق تأخير هذه، تحية لهم كل الأسباب خارج على نطاق الناس الكل. عليك كيفاش خرجت انت توا معناتها الضوء ساطع معناتها وجهك نايم. هذاك علاش خويا، هذاك علاش. مرحبا بك سمير، رافقنا عبد الباقي مسعود، هو زاد الضوء ضار فيه بالكدا بالكدا. اهلا وسهلا، مرحبا بفضلك يا خويا، بنورك وبضوك وانت وسمير خويا وبنور وضوء المتابعين نتاعنا والمستمعين نتاعنا. تحيه خاصه لدالي، اليوم نجم الحلقة هو دالي، معناها باعتبار انه باش نخرجوا فاصل وباش نرجع بعد شوية نبداو في مختلف فقراتنا ومواضيعنا. بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل. مساء الخير، مرحبا بالجميع، البداية بالتشامبيونز ليج في أوروبا. لانفو دو جور سعود الباقي، باش واش نحكيو على انتشار البق الذي يهدد تنظيم الالعاب الاولمبيه، اكيد تبعتوا الموضوع هذا واكيد عندكم تعلقوا بالكدا بالكدا، معناتها البق والجرذان يا سي عبد الباقي. نعم، انتشروا في فرنسا، بعد شوي ناخذوا كل التفاصيل من العاصمه الباريزيه، لكن البدايه بالتشامبيونز ليغ الاوروبيه، برشا مباريات قمح سمير سليمي، وانت في كل نهار 3 و4 تقول لي هات نحكيو تشامبيونز ليغ، نحكيو تشامبيونز ليغ، فباعتبره فمش برشا ماتير في تونس، وبالتالي باش نحكيو على تشامبيونز ليج. سمير، مانشستر يونايتد يواجه غالاتا سراي مع 8 حنا بعل المجبري اساسي مع تشكيله اساسيه، اونانا، ليندلوف، امرابت، ماونت، برونو فرنانديز، راشفورد، هوجنولد، كازيميرو، فاران، دالوت، وحنا بعل المجبري اساسي مع الاساسيين، حنا بعل المجبري بعد شوي في الشامبيونز ليج وي ومع غالاتا سراي ومع غالاتا سراي وفي ماتش اللي مانشستر يلزمها انتصار. شامبيونز ليغ هو تتويج لمسيرة متاع عامين والعام كامل، يتعاركوا الأندية الكل باش يوصلوا من الأربعة الأولانيين والخمسة في إنجلترا باش ينجموا يتعدوا للشامبيونز ليغ، وبالتالي وعدد كبير من الملاعبية حلمهم الأساسي الأولاني أن يقولك نلعب شامبيونز ليغ، مش نهزها، نلعب في الشامبيونز ليغ، ولذلك حتى في اللي كونترا يختاروا خاصة الأندية تشارك في المناسبة هذه. أنه حنا بعد يكون أساسي في ماتش كابيتال بالنسبة لفريق عالمي وكبير كما مانشستر يونايتد يكون أساسي، فإنه حنبال كسب نقاطا ثمينة على مستوى المجموعة المتواجد بها، وقناعة من المدرب متاعه أنه اللاعب هذايا مفيد. في أول الموسم ندينا أنه لمصلحة حنبال ولمصلحة المنتخب الوطني التونسي أنه يمشي لفريق أقل مستوى ولإمكانية المشاركة أكثر وأكثر. باساج نتاعو عملوه في برمنغام عاونوا برشا، حنا بال باش يطور كثير من مستواه، واكيد انه المتابعين والملاحظين تاع مانشستر يونايتد قاعدوا يتبعوا فيه من مباراه الى اخرى،
وبالتالي عندهم قناعه انه اللاعب هذا باش يفيدهم ولذلك احتفظوا به. حنا بال مجبري كيما غيروا من اللاعبين الكل في مانشستر يونايتد وفي عده انديه كبيره ما نجمش يكون تيتولير في ال40 ولا 50 ماتش الكل، ولكن انه يكون موجود في الشامبيونز ليغ كاساسي حاجه مهمه برشا. نقطه اخيره، الارقام الكل في المباريات لعبها حنا بال مجبري في مانشستر يونايتد خاصه الفتره الاخيره كلها ايجابيه، كلها ايجابيه. حنا بال المجبري انه يكون متواجد مع شكون كذلك مع امرابط في تيتولير مع امرابط، حتى امرابط راهو من المباريات الاولى مازال كي جا من فيرونتينا. فهذا التوجه بتاع مدرب مانشستر توجه ربما دفاعي مع امكانيه اعطاء برونو فرنانديز وراشفورد الحريه على المستوى الهجومي. حنبال المجبري من اكثر الملاعبين هو الوسط ظاهر كازيميرو حنبال المجبري وقدمهم برونو فرنانديز، يعني حنبال باش يلعب في البوست المحبذ نتاعو له صانع العاب وله بيفو سنتينيل بالضبط. وكريتو في الماتشات الاخرانيين اول ما ياخذ الادفيرسير الكره تقام مع البيفو ومعهم ماونت زاد معهم ماونت بيان سور معهم ماونت معهم امرابط. دونك فوالا انه يكون تيتولير حاجه ممتازه برشا. يبقى بالنسبه لحنا بعد ان شاء الله يا ربي قاعد هو يتطور ويتحسن اي سورتو الاشاده نتاع اصحابه والمردود نتاعو هذا يزيد يعطيه ثقه كبيره ياسر. اليوم باش نركز انا كنت باش نتفرج ماتشات اخرين، لكن كي حنا بعد تيتولير باش نتفرج في مانشستر يونايتد دون لا كونتينيتي حنا بعد المجبري. زاد مهم جدا نشوفوا طله، زاد عندنا الياس العاشوري تيتولير مع كوبنهاغن باش يلعب ضد البايرن سي عبد الباقي، وعنا عيسى العيدوني مع يونيون برلين متعادلين 2-2 حتى توا 54 دقيقة في الشوط الثاني مع سبورتينغ براغا. عيسى العيدوني موجود على بنك البودلاء، دونك عنا دو تيتولير وعيسى العيدوني على بنك الاحتياط. كيف زاد عينينا على العاشوري مع كوبنهاغن ضد البايرن ماتش باهي، خاصة هذا الملاعب هذا قد ما هو مش يتطور قد ما هو مش يفيدنا في المنتخب باعتبار لي بوست القدام معنا على شكون ترضى وشكون تلقى. هو ورث استعدادات طيبة جدا معناه في المشاركات نتاعو مع المنتخب، وانه يكون تيتولير في ماتش من حجم هذا ضد بايرن ميونخ واضح انه ربما الاقرب للفوز هو بايرن ميونخ، ولكن مش هذا المهم بالنسبة لمصلحتنا احنا كضيقة كتوانسة، فهمت معناها احنا المهم بالنسبة لنا الملاعب هذا هاو بيه وتطورنا ولت عنا مصلحة ضيقة في الشامبيونز ليغ تاع اوروبا هاو التطور هي منتخب نتاعنا معناها حنلوجوا على الفايدة اللي نجموا ناخذوها احنا بالمشاركات هذه بيان سور، مع انه نفرحوا لاولادنا كي حقوا انتصارات ويتوجوا لانه التتويج في السي في نتاعهم يزيدهم شأن ويزيدهم قيمة ويزيد يثري التجربة نتاعهم. يعني باش تتفرج في كوبنهاغن ويلعب ماتش من الكاليبر هذا، يعني سعد باقي باش تتفرج في كوبنهاغن باش تتفرج في مانشستر ماكش تتفرج في نابولي والريال؟ والله ماني باش تتفرج شيء عليه لسبب بسيط انه الليله عندي تلفزه فهمت معناها سكيفي وقت التحضير احنا ماتشات قاعده تلعب ومش يبدا مخي في في الريال وانا نحضر في امور اخرى. ان شاء الله مبروك لكل اولاد البرنامج نتاعنا. اذا المباراه الكامله دونك حاليا ريد بول سالزبورغ منهزم امام ريال سوسيداد 2-0، يونيون برلين 2-2 مع سبورتينغ براغا. مباراه هذوما زوز انطلقوا، بقيت المقابلات مانشستر غالاتا سراي كوبنهاغن بايرن ميونخ لينتر بنفيكا نابولي ريال مدريد لانس ارسنال بي اس في اندهوفن واشبيليا. الحقيقه الماتشات الكل معناتها ممتعين كلهم ديزافيش ملا جورني ماتش ريال مدريد ونابولي بصراحه صحيح. مش خاطرين نحب الريال اي لا تفرش فيه الماتش القوي هو نابولي وريال مدريد سيرتو في ايطاليا اللعبه ان شاء الله مربوحه هكا. عمي انا مش نتفرش كيما قلت لك في حنا بعض من حقك والله. انا مع احترامي وحبي لحنا بعض هذاك الغالب معناها نتفرش فيه بعد مسجل كان جيت في الدار شنو تفرش نتفرش في الريال وبعد نجبد ماتش مانشستر باش نشوف حنا بعض خاطر في مانشستر حاجتي بكان بحنا بعض صحيح اما الريال حاجتي بها الكل انا باش نقعد في الراديو باش نقدس التيتريت تاع سبور بلوس الكل بعد نروح نحط الريزيوميت الكل ونرقد مع ماتليتها نتاع الصباح هذه هي من الاخر معناها بعد شوي باش نمشيو لباريس. ما عادش كان حاضر تليفون ولا مازال ماهوش حاضر تليفون في باريس مازال ماهوش حاضر باهي اونترو تون هيت نرجعوا لتونس نحكيو على عقوبات الرابطه. دونك برشا هما عقوبات الحقيقه 13 عقوبه كان نقولوهم الكل تو في ليميسيون ونحن نحكيو على عقوبات. اهم ثلاثه عقوبات هي توغاي وندا وشهاب العبيدي ومدرب حراس الملعب التونسي بعد هاك الخوضه اللي صارت واللي حكينا عليها
سمير الأسبوع الفارط بين الاستاد والكلوب، وكذلك بعد الإشكال اللي صار بين توغاي ورامسور دوبال نتاع نادي رياضي الصفاقسي في ماسيسيس وتراجي، ضرب ما ضربش صفاعة ما صفاعش في الحالة الكل الرابطة عطى ثلاثة ماتشوات. وفي الاخر بالكل اللي خاسر قبل كل شيء هي النوادي اللي ينتمي ليها الملاعبيه هذوما، كسواء الملعب التونسي سواء النادي الافريقي وسواء الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي دعوه للملاعبيه انهم ينتبهوا يردوا بالهم، وخاصه بروده الاعصاب وخبره في التعامل مع مثل هالوضعيات هذه، خاصه اللقطه نتاع توغاي. توغاي لاعب دولي، توغاي لاعب متخلق، توغاي لاعب عنده خبره، وبالتالي اللقطة أنا شاهدتها، كنت شفتها وشاهدتها، كانت لقطة مجانية، كانت وجاي ربما ينجم يتفاديها. على كل حال توا اللي صار صار، ولكن في النهاية اللي مش يخسر في النهاية مش يخسر هي النوادي والملاعبية، كذلك مش تحلموا ثلاثة مباريات ينقص النسق متاعهم والفريق متاعهم ما يستفادش منهم. مالوغوزمون بالنسبة لنا كي نشوف العقوبات متاع الرابطة من صفحتين وتقريبا فما جي 17 و18 الواحد عقوبة الواحد، شيء يأسف ويأكد مرة أخرى أن نوعية العقوبات هذه خاصة المالية على مستوى الجماهير وعلى مستوى هذه الكل ورمي القوارير وهذه كلها، العقوبات هذه تو عندها سنوات ما عطتش الفايدة، ما عطتش حاجة إيجابية، ما عطتش ردع بالنسبة للجمهور، وبالتالي لابد أن نفكروا في طرق أخرى ربما ومعاملات أخرى من نوعية هذه، باش خاطر توا ولات الحكاية شنو؟ ولات الحكاية شقاقة. شقاقة تي. ولات الحكاية الرابطة مسمينها شقاقة، وهذا يحز في النفس، وبالتالي قداش مش تعاقب من جمعيات هذوما؟ أنت عندك سنوات تخوف في الفلوس والنتيجة ما حصلتش. 13 عقوبة سي عبد الباقي بن مسعود، و 13 عقوبة الكل فيهم عقوبات مالية، معناتها نعملوا عملية حسابية باش تلقى رسائل كبيرة برشا بالنسبة للرابطة. حنا كي نحكيو على العقوبات نحكيه على بين قوسين، مش بقول الجرائم، قول أخطاء يعاقب عليها، وفي العالم الكل كل أنواع الجرائم أو الأخطاء يبحثون لها عن حلول. باش أنت تحب معاش ثم عقوبة يزبك تلقى حل لشكل الجريمة في حد ذاته. احنا اللي هالجريمة بين قوسين قاعدة تعاود ديما وقاعدة تكر في أموال طايلة على الأندية، تحسب كل نادي تقع في آخر العام دفع 50 و60 و70 مليون، على شنو؟ على يرميه في دبابس. صحيح. كنت قد اقترحت وأذكر ووعي تجم الجامعة مع الحي الوطني الأولمبي مع البلديات مع الجهات المختصة يتفقوا مع شركات مياه وشركات المشروبات باش يعملوا دي ساك دو معاش دبابس، وتمنع نهائيا تدخيل الدبابس هذه يا اخوي، معمول بها ثم ديساك كيما الواحد سمير، حتى كان ترميه مليان شيء ما يعمل، ما في حتى خطر، حتى كي ترميه بالماء بتاعه شيء ما يعمل، ساشي في طرف ماء في شرب ماء، فهمت؟ ونحي علينا هذه، نقعد نتبع في دبوزة وزوز دبابس واربع دبابس طاح ولا خمسة دبابس، وساعات دبوزة تجم تحل راس راهي بالطبيعة، لكن تمشي مشيرة الطاب ومتاعها تجم تجرح، تعرف معناها تجرح؟ معناها نوقف الماتش ونخسر الايكيب كامل. احنا تعدينا مرحلة الدبابز للحجر، وانت تحكي لي سي عبد الباقي في درشنو احنا نعرف احنا ما نتبو، ما هو عندنا مشكلة في الدبابز، اكبر مشكلة هي مشكلة الدبابز سيبري، ثم الحجر والبريكيات والكل. يا اخي امون انت مشيت لبرا وريت ودخلنا الاستاديات، تدخل الاستاد تهز يديك تتبربش، وثم ديتكتور تتعدى عليه ما يتعدى معك شيء، حتى شيء صلب، وكل ما هو استهلاك مواد استهلاك تاخذها من الداخل وما تدخلش بها للواحد بعد، معناها حتى هما البرا زاده ما يرميوش دبابز سي عبد الباقي. لا ولكن حتى كان يشريو زاده ومشروبات وكل شيء عادي، الجمهور التونسي اللي مشى الغادي بقى ما يرمي، ما هو احنا مستنزين نرميه ولا بقى ما يرمي هنا. ثم احتياطات تؤخذ قبل انطلاق المقابله، انت ابعد على الشر وغني له، ثم مشكل تاع بريكيات وحجر وكذا، شوف كيفاش المسائل الامور هذه تمنع دخولها للملعب. تقول لي الماء حاجه من الحاجات الاساسيه، هذا كان حكينا عليه، المواطن حاجته بالماء باش يشرب. يا خويا مع شركه من الشركات خرجونا دي ساكدو وانتهى الموضوع، انت ممكن تحبوا على الزفير وتحبوا على البزنس والله فكره نتاع ستارت اب هذا والله اوكي، اللي واحد يعملها تو يعمل مؤسسه معناتها ناجحه بالقديم بالقديم، مؤسسه اقتصاديه والله. المشكل كونه ما يحبوش يلقاو حلول، ما هو هذا الاشكال، هو تو نحكيه على 10 سنين يا اخويا، انا نلمت في الفلوس، خلي هما يلوحوا من غاديك القوارير وانا ناخذ من هنا الفلوس، وفيت الحكايه الاكثر ولا اقل، انا راها هكايه
نمشي الى بتولي بياسور تولي تفسر هكا وعندك حق. شو الفرقه تعتقد زعما في الالعاب الاولمبيه باش يدخلوا دبيبز ولا باش يعملوا ستارت اب اللي يحكي عليها سي عبد الباقي زعما في لي جوز اولمبيك ولا حتى يفضوها مع الفيران حاشيكم والبق ولا شنو؟ في فرنسا انتشار البق والجرذان والفئران يهدد تنظيم الالعاب الاولمبيه. الموضوع ماهوش جديد عنده تومد واكيد اللي عندنا اقارب الكل في فرنسا اكيد قاعدين نحكيوا معاهم في الموضوع هذا لانه الحقيقه كاتاستروف قاعده صايره والحياه اصبحت معناتها لا تطاق في 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 فرنسا وخاصه في في باريس. اليوم الزاويه اللي هي اصبح الحديث على الاولمبياد اليوم باش يصير في الصيف الجاي هل اصبح مهدد فعلا والا لا؟ ناخذوا اكثر تفاصيل مع صديقنا بدر الدين طناني مباشره من باريس. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير اي من ليك وعبد الباقي وسمير ومحليكم كي تبداو بالنشيد تاع الشامبيونز ليغ خاطر اللي معاش الشامبيونز ليغ في فرنسا مو اكسبسيونيل راه بربي في البارك دي برانس فما بق وجرذين ولا شنو بالضبط فما وانت توقعت تحكي معانا باز راك تشوف في جنابك فما شي حاجه منه ولا من بالنسبه لحكايه الدباب راه في البارك دي برانس في الاستادات تاع الاوروب الكل الاخطاء تاع دبوزه ينحيو ايوه باش كي ترمي دبوزه معناتها ما تمشيش مليان صغار نتاع معناتها 20 سنتيمتر نتاع 20 سنتيليتر نتاع معناتها جوغنتير بور ايفيتي معناتها لي زانسيدون وحكيت على الساشيات انا حضرت بي جي مارسي نتاع عاملين لي ساشي الساشي تاع الماء ممنوعين لانه البوليسيون لا حاشاك لي سوبورتير يتبولوا فيهم ويربطوهم ويضربوا فيهم اللاعبين معناتها شوف الابداع لا هذا شيء كبير على تونس هذا ما خلطناش عليه هذا معناتها لي ساك دو الصغار سايكزيست هما اما ممنوعين معناتها في الملاعب باهي خلينا دونك نحكيو توا شنو الحكايه هذه نتاع الانتشار نتاع الحشرات ونتاع الجرذين وكذا ومع بدا تهديد على الالعاب الاولمبيه شنو هي الحكايه بدر فسر لنا الحكايه انه يقولوا معناتها تحاشاكم معناتها البق هذا جاء من امريكا اترافيز دي توريست ومن لونجلتير السنه باريس معناتها انا ما رحتش السنه في الصيف لتونس قعدت في باريس معناتها توريست برشا توريست جاوا لباريس لكن البارح صارت بوليميك في سي نيوز الصحفي الفرنسي باسكال برو اللي كان معناتها في سي اف ان وفي كانال بلوس هو صحفي رياضي اصله قال هل انه معناتها لي بيونيز هذوما اللي جاو لانه لي زيترونجي اللي جاو حارقين معناتها لي ديميغري ولي جين دو في بلدانهم هما خلاهم يجيبوا لنا معناتها نوع الحشرات هذوما صارت عليها بوليميك ودخلت فيها جوش ودروات وسونتر ومارين لوبين من غاديكا واحد ومعناتها ثلاثه بعضها لكن ولاو يخدموا بها حتى سياسيا يعني الحكايه ولا يخدموا بها سياسيا لكن المشكل نتاع حشاكم الجربع والفيران راهو عنده سنوات وتويكا زاد كثر برشا لانه اللي جاء باريس ويعرف باريس توا كلها اون ترافو بريباراسيون فور لي جوز اولمبيك 2024 معناتها وين تمشي في كل ناس في كل حومه ثم دي ترافو ثم الحفر معناتها بارتو هذوكم كما نجم نقولوا المخيم ولا البلايص اللي تعشش فيهم الفيران معناتها في الدواقف انت في الفو وعادي جربوع يشق قدامك معناتها كبروا راهو في كبر قطوس صغير معناتها كبير برشا فهمتني ويسون اجريسيف معناتها ينجم يقدمك باريس ولا فيلا مسخة برشا دوبي دي زاني معناتها لا مير دو باري قال ايدالغو معناتها الكيستيون هذيا على سي بوزي بليزيور فوا المشكل انه البلديه قاعده تنظف لكن ثم برشا عباس قاعده تمسخ المشكله انه الصين زاد كيف مسخه ولات وديجا صاروا دي تيست في شهر اوت هل انه باش يعوموا معناتها في الصين بور لي جوز اولمبيك تاع ثم لي بروف تاع ترياتلون قاعدين يحلوا في المين تاع الصين الجرابع كيفاش جات الجرابع يحطوهم راهو في لي زيغو باش يصلحوا الكاناليزاسيون فهمني يخي تكاثروا دونك ولاو جرابع في لي ستاسيون دو مترو ولاو جرابع معناتها في الشارع تشوفهم ينقبوا لي بوبيل قدامك معناتها تبدا تقدر تبقى قاعد انت في جاردان دو ليكسمبور معناتها كلها نوار واحد والجرابع قدامك تشق اي الوضعيه انكونترولابل بدر خرجت على السيطره كومبليتمون يعني شنو خرجت على السيطره لا بتتر حكيت معناتها لي بيونيز وي اذا كان بلديه باريس معناتها ماهيش باش تقف
100% الحكايه هذه، خاطر سمعت البارح في دي ديسكور نتاع دي بوليتيسيان يقولوا نجموا نخرجوا حتى للكونفينمون. كي تطلع في المترو، انا نهار الاحد كان عندي ماتش في البارك دي برانس بي جي وليون، معناتها العباد الكل واقفه في المترو، حتى حد ولا ما حب يقعد في المترو، لانه ولات الحشره هذه تمشي في الحوايج، ومن الحوايج تمشي تقعد انت في دارك، تقعد على الفوتوي ولا على الفرش نتاعك وينتشر وتتكاثر. تويك معناتها في ريزو سوسيو تشوف كان لي برودوي نتاع المداوات، تشوف كان في الاسعار نتاع الجراري طلعت، وما نعرفش سمير كان عندك تفصيفه تحت راسك يجي نخدموها نبيعوا شويه جراري في باريس نعملوا شويه بزنس. هاي الافكار، هاي ستارت ابيت، حلقه ستارت اب اليوم هكا داس يا عبد الباقي. انت توا شوي قعدنا انا وياك، لازمنا فكره بعد فكره سمير بعد ما بعد البرنامج انت فيها مقول وثم بتبيع البورسنتاج معناتها. اي لا لا اكيد اكيد. بدر عندي سؤال، تو هذايا الوضعيه تو حاليا في باريس اليوم، هيت نربطها بالالعاب الاولمبيه، هل هنالك تهديد فعلي والا مخاوف بر؟ عشان اللجنه الاولمبيه الفرنسيه والا اللجنه الاولمبيه بشكل عام، هل وقع طرح الموضوع في طاوله الحوار بشكل جدي والا ما هي الا مجرد اجتهادات صحفيه؟ لا اكيد سي او راهو جاهم دي رابور، راهو ثم معناتها دي زيكسبير جاو، راهو ثم دي زيشانج دو ميل ومعلومات، لانه ما نحبوش نعيشوا الشيء اللي عشناه في 2020 وتاجيل الالعاب الاولمبيه تاع طوكيو اللي تاجلت ال 2021. لكن من هنا لجوية ما زلنا عندنا الوقت باش نقضي على الحشره هذه. علاش قلت لك لازم الدوله الفرنسيه وبلديه باريس خصيصا، لانه اغلبيه الزبراف باش تلعبوا هنايا في باريس، معناتها يلزم من تويكا يبداوا ياخذوا الاحتياطات، لانه الفيلاج اولمبيك مازال في معناتها الفينيسيون ما فيها حتى موبل انستالي، معناتها الفيلاج اولمبيك ينجم يكون سيكوريزي وما فيه حتى مشكل. لكن اتونسيون العباد اللي تجيك من الخارج، قبيلي كان كنت نسمع في معناتها فرونت انفو الحشره هذه بدات تنتشر في الجزائر في المغرب، لانه هناك باخره خرجت من مارسيليا وجابوا معاه المغرب لقاو في الفروشات نتاع الباخره. جيش تراسي كي الكورونا الحكايه هذه لا قدر الله، فهمتني؟ معناتها كيما قلت تنجم تصير حكايه كي الكورونا، وكانه كل عام ثم في جزء اولمبيك يجي فيروس في حاجه ربي يسر. لكن يفو فيغ اتونسيون وما يجيش عجب، راهو ثم بلدان تولي تاخذ معناتها تدابير بالنسبه للناس اللي جايه معناتها من اوروب، تعرفش بوتيتر كي فون دي كاس، لازم بوتيتر تبدل حوايجك في المطار والحوايج هذوك ما تدخلش بهم معناتها للبلاد البلاد اللي انت معناتها ماشي لها، لانه شفنا في بي اف ام تي في خاصه معناتها الكلام ده، ثم برشا اولياء حاكين دي فاكتو بان كي يدخل معناتها التلميذ يروح للدار وتلقى لي بارون يستناو فيه، يحط الحوايج نتاعو في ساك بوبيل ويهزو معناتها يغسلهم. اي دي ميزور معناها ولات كاريمون دو 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 سيكوريتي. وي واضح بدر. يظهر لي العباد معناتها الفيروس تاع الكورونا خلاها تعلمت برشا حاجات باش ياخذوا دي ميزور. نقطة أخرى واضح ونختموا بدر، ما عادش عندنا وقت. بالنسبه لي نحن معناتها التواسه ثم مشكله ايمن، وبالنسبه للدوله التونسيه هي نتاع لي باسبور بيومتريك من ابارتير دو 1 جانفي 2024، انه تونسي ممكن ما عادش ينجم يسافر بالباسبور نتاعو، وتنجم فرنسا تحط لك معناتها دي انستركسيون لانه نعرف على الفيزا لا لا ابار لانه فرنسا اكثر بلد معناتها تعرض للارهاب في السنوات معناتها الاخرى، تنجم تقول لك انا ما نقبل كان معناتها لي زاتليت اللي عنده باسبور بيومتريك ونحن واضح بالله يا بدر مادام غادي يا بدر مادام غادي قول لهم يعملوا باسبور بيومتريك للبق قبل ما يبيعوا حكيونا في الغنايه هذه نتاع الارهاب وباسبور بيومتريك باش ما يشوفوا فينا نحن بق. يعطيك صحه بدر الدين تنني، كنت معنا مباشره من باريس، شكرا على كل هذه التفاصيل. فاصل ثم نعاود نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وعلى المسابقات الافريقيه بعد شوية. مكملين في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. أنتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل.
مرحبا وسهلا. الحديث في الكواليس على البق وعلى انواعه وهل يكون موجود في الدم الا في الحوايج بين سمير سليمي عوض الباقي مسعود، معناتها حوار جو ذو شو كيفاه كيفاش قلنا ذو شجون بين حول البق. تسويت الحديث على الترجي الرياضي التونسي وهويه المدرب القادم. تاكو تاك. إذا المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي سيكون أجنبي الجنسية، هذا ما أكد وليد قرفيلة ناطق رسمي للترجي الرياضي التونسي خلال مداخلته اليوم صباح في برنامج راف ماج على الديوان. من بين الخصائص المؤكدة أنه سيكون أجنبي وسيكون ما بين المدرسة الفرنسية أو المدرسة البرتغالية. أبرز ما قاله وليد قرفيلة نسمعه ثم باش نسأل سؤالنا في تاكو تاك. مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي باش يكون أجنبي، وهذا معناتها بصفة قطعية. الاسم اللي سمعناه ماركوس باتيتا الاسم البرازيلي ماهوش مطروح باش يكون أجنبي. اليوم راهو مش في 24 ساعة على الحقيقة باش يتم الاختيار، باش يتم تحديد شورت ليست نتاع 3-4 مدربين. تعرف اليوم المدرب الجديد لازم تكون عنده بعض الخصائص، الفريق قادم على مقابلة صعيبة مع مازيمبي في السوبر ليج، مسابقات الافريقيه كيف كيف دوري المجموعات، لازم على الاقل تكون عنده خبره افريقيه، يعرف الاجواء الافريقيه كيف كيف. اليوم فما بيجي يحكم فيك، معناتها ماناش باش نعملوا ديفولي زاد. اليوم فما بيجي يحكم فيك، اليوم البروفيل زاد لازم يكون يتماشى مع نوعيه اللاعبين اللي عندك. انا الترجي الرياضي التونسي الافكتيف العمر تاع اللاعبين صغير برشا، دونك لازم مدرب يعرف يتعامل مع اللاعبين هذوما. دونك هي ستون ماتريس تحط فيها الحاجات اللي انت شنو حاجتك بالضبط، وتشوف المدرب شكون اقرب مدرب يتماشى مع الشيء هذا. ان شاء الله ماهيش باش تبقى برشا الحكايه. كل المدرسه اكيد فما اليوم عدد مدارس مطروحين، المدرسه الفرنسيه، المدرسه البرتغاليه باعتبار تواجد حتى لاعبين برازيليين اليوم في الترجي الرياضي التونسي. والترجي منفتح كما قلت لك، معناتها مش باش نربطوا رواحنا بمدرسه معينه، يعني لانه اذا لقينا البروفيل اللي يتماشى مع المعطيات اللي كنت نحكي لك عليهم، ما تكون ان شاء الله المدرسه باش نمشيو في الطريق تاع المدرب هذا. لو البارح في الليل انطلقنا معناتها في تحديد كيما قلت لك زوج ثلاثه اسامي، المنتظر ان شاء الله اليوم تبدا المشاورات وتقدموا معاهم. هو رئيس ترجي وطارق ثابت، مع طارق ثابت الجانب الفني طارق ثابت، واكيد الجانب المالي رئيس الجمعيه سما بعضهم، دونك باش يتم اختيار على المدرب. هذا ظن وليد قرفيلة ناطق رسمي للترجي الرياضي التونسي. سؤالنا في التاكوتاك ثم باش نتعمقوا في لي كريتير كل واحده وحدها، لكن الزاويه في التاكوتاك هي المدرب الاجنبي مع ام ضد هذا التوجه. 40 ثانيه الاجابه على السؤال هذايا لعبد الباقي مسعود وسمير السليمي. سمير السليمي مع ام ضد الاجنبي في تونس وفي الترجي. 3-2-1 تبكرون. انا ما ضد حتى حد، لا تونسي ولا اجنبي، المهم الكفاءه والمهم البروفيل اللي يتماشى مع الوضعية الحالية مع متاع أي فريق. حكاية تواليد على ديكريتير، منها الفلوس البيجي ومنها الخبرة الإفريقية. هنا مش يهزنا الاثنية متاع زوز ثلاثة أسامي بطبيعة الحال، وحاجة أخرى يتفاهم ويمشي ويتأقلم على الملاعبية وتوجه متاعهم أجنبي. بالنسبة للمكونات والخصائص ربما حتى التراجي ديكريتير مش يمشيوا عليهم، ما قوهمش في مدرب تونسي، فكان الاتجاه للمدرب الأجنبي. المهم بالنسبة لينا أو الأهم بالنسبة لينا هو الإفادة، مع ذكر أنه عامل الوقت مهم برشا على التراجي معناها سرعة اختيار المدرب. وبالتالي مع أم ضد؟ مع بطبيعة الحال مع، مش مع تونس. أنت قلت ماكش ضد حتى شيء، حتى حد، يعني ماكش ضد أنه يبدأ ثم مدرب أجنبي. أنا رئيس نادي حطيت كريتير، جيت نشوف التونسي ما قيتش متوفرين، ما فما حتى بروفيل يقنعني، اتجهت للأجنبي. دونك مع، مع بطبيعة الحال. توافقه الرأي وإلا ليه؟ عبد الباقي مسعود 40-3-2-1 تبكرونه. في الكا هذا لا أوافق الرأي، لأنه الأجنبي اللي مش يجي ياخذ تراو مارش مع فريق يتكلم بمنطق يلزمني نتوش، الور سي با غارونتي انك مع اجنبي تجم تحقق الاهداف هذية. وهو مش ياخذ تراو مارش، علاش؟ لانه اجنبي مش جي ما يعرف حتى شيء على الكيب. لوي فو دي تون، اعطيه شهرين ثلاثة اربعة وشوف الناس تصبر عليك ولا ما تصبرش. ثم اذا كان ما صبرتش عليك الناس وتلزيت، وهذا وقع في برشا جمعيات، باش تنحي الاجنبي، لوكوم تاع الاجنبي مش تكلف لك بس خط فلوس. الور في الظرف هذايا مادامك انت شعارك أني لا أنتظر وأريد التتويج، الأقرب أن يكون
التونسي والمنطقة أنه يكون تونسي. اللهم إلا إذا غيرت من اللي زوبجكتيف متاعك وقت لازمك تصارح الناس تقول لهم الأوبجكتيف متاعي بعد عامين واني جايب مدرب اجنبي من مستوى معين باش يخدم على عامين ويحقق لي الهدف نتاعي. ناخذ تصويت الجمهور ثم زوز وجهات نظر حنا ناخذ رايكم فيهم. 79% مع المدرب يكون جنسيته اجنبي وضد 21% ضد. هذه نتائج تصويت الجمهور لليوم. سمير وهذا زاد نفس المعطى باش نسالوا لسي عبد الباقي بعد شوي. الاجنبي وجهه نظر تقول الاجنبي لا يعرف فيسبوك، لا يقرا بالعربي، لا يتبع الباجيت، لا يتبع هذا اش قالوا هذاك اش قالوا، لا البلاتو هذا والاخر يحب يخدم صاحبه والاخر يحب يكوفري والاخر وهك الخزعبلات هذيك وكل المؤامرات اللي مبنيه ومعشه في مخ المدرب التونسي واعي ما اقوله. صحيح ما فما حتى مدرب تونسي مش متبني نظريه المؤامره الفيسبوكية وفي البلاتو، وحتى يبدا فما حد شيء في مخه يقرا له انه ثم مؤامره ضده. ما فما حتى مدرب تونسي ما يتبعش بلاتويت، فما حتى مدرب تونسي ما تبعش الفيسبوك وشنو يكتبوا في لي بوبليكاسيون واللي كومونتير يبدا 700 كومونتير يقرا 700 كومونتير. المدرب الفرنسي ما يعرف حد شيء من هذا الكل، لا يعرف مش الفرنسي الاجنبي ما تبعش الاجنبي ما يعرف حد الفرنسي ما دام عندك معنى فرنسي برتغالي. ايش التفاصيل هذه احكي للصباح اكتب للصباح معناها يدرب على روحه يروح يقعد مع مرته وصغاره كذا لابيل في يجي يريني كماركي نهار ويروح. بار كونتر ثم المعطى نتاع الشامبيونان نتاع تونس، الماتشوات نتاع تونس، شو يصير في ستاد تونس، كيفاش تحضروا الماتشوات في تونس، الاربيتراج، الكواليس، الدنيا اللي هي مش باش يكون يعرفها المدرب الاجنبي، وعلى قد ما تنجم تتقنها على قد ما فرضيتك في نجاح تكون اقوى واعلى. زوز وجهات نظر نحب ناخذ رايك فيهم سمير وسي عبد الباقي. ولو اني موافق باكي تماما على مستوى معناها التكاليف الماليه اللي باش تتكلف على مدرب اجنبي، لو انه وليد غرفيلا قال معناها في حدود معقوله واحد. انا ايش قلت؟ قلت مانيش ضد المدرب التونسي. انا نحط كان جيت انا مسؤول في اي جمعيه نحط البروفيل اللي حاجتي به نتاع مدرب ومن بعد نختار. نبدا بالتوانسه لوش كان قيد كان ما قيدش وقتها نتحول الى الاجنبي. النقطه الثانيه المهمه وقال عليها وليد، قال على البيدجي على فلوس وقال انه يلزم يعرف افريقيا. الكلمه هذه كلمه مفتاح بالنسبه لي انا، مدرب يعرف افريقيا يعني مدرب اجنبي اشتغل في افريقيا هكا ولا يكون عنده الخبره الافريقيه. هذا يهزني لانه الترجي الرياضي التونسي الاولويه نتاعه بالنسبه ليه الشامبيونز ليج، الذهاب ما نقولش باش يهزها ولكن الذهاب ابعد ما يمكن بمدرب يعرف افريقيا، ما قالوش يعرف تونس. قبل الشامبيونز ليج ثم سوبر ليج دون دو سمان ما عمل عليها راهو الاسبيرونس، هذيك هي افريقيا فيها برشا فلوس افريقيا دونك لا ما الشامبيونز ليج حتى افريل ماي اون فيرا. اما هنا عندك ماتش مع مازيمبي بعد جمعتين دونك كان يجي المدرب توا اوتوماتيكمون مش يعرف مازيمبي يعرف باعتبار انه عنده خبره افريقيه. صحيح نحي توا وملاحظة زروق صحيحة وما نحبش نطول أنا فيها برشا الحكاية هذه. المدرب باش يمشي يلعب في ملاعب تونسية وكواليس تونسية وكذا، الترجي الرياضي التونسي بصفة المنطق متأهل إلى البلاي أوف، مدرب هذا يمشي يجي يخدم يتعرف يشوف المجموعة يشوف كذا ويتمكن من المجموعة بعد شهرين وثلاثة في البلاي أوف يشق روحه المجموعة الكل في دي الشامبيونان تاع تونس تتلعب في البلاي أوف مش توا دونك هنا والبلاي اوف شكون مش يلعبها؟ ما مش يلعب في صفاقس في ملعب مزيان، وما مش يلعب في سوسه في ملعب مزيان، ومش يلعب في رادس ولا وما مش يلعب في بنزرت ولا في كذا ملاعب هنا دونك مش توفر له انت امكانيه ثلاثة اشهر نتاع تحضير وخدمه والبلاي اوف يكون يعرف المجموعه الكل. هذه انا الراي نتاعي البسيط مع كذلك ناكد على المعلومه. ما فماش جمله كواليس سمير مؤكد مؤكد تو تحبوا نحكيوا هكا كره وبلاي اوف وثلاث نقاط وواحد والا ما تفهم كواليس انا ماتشوات تخدم قبل بنهارين وبثلاثه والكيفاه والامور لا لا معاك متفق معاك تماما. هذيك مهمه الاداريين ومهمه الناس الكل اللي يخدموا في المحيط الفريق، هذيك الاداره تخدم على روحها باش على الاقل كما تجيبش تحمي حقوقها لا اكثر ولا اقل.
من تحكيم، من كذا من كذا، من ملاعب، من عنف، من هذا كله خدمة إدارة هذيك. والمدرب يدخل على أنه يخدم على روحه. الملاحظة ربما الأخيرة اللي باش نقولها وانا معاها وقلتها، فريق الترجي التونسي فريق متاع مستقبل. تو تكلموا بصراحة من الأخر بالكل، السناء يحاول ويجتهد ويقوم باللي عليه، ما نحكيش على المستوى المحلي. المستوى المحلي راهو اي فريق نجم يزل البطوله، تحكي فرق تحكي فرق باجنبي بتونسي نجم يزل البطوله، ما عندك حتى مشكل. دونك لازم وقت. انت تحب تقول الاجنبي اللي مش تاخذه على عامين، وانا مع الفكره هذه في مشروع متاع عامين، مدرب سناء يحاول، وهذه المساج اللي يوصل للجماهير، يحاول يجتهد كذا ثم يشوف النقائص ودعم له، والعام الجاي يكون الترجي الرياضي التونسي منافس قوي على كل البطولات. عندما توجه راضي جعادي للجماهير بهذا بهذه الرسالة لم تتقبلها الجماهير. إدارة تحميه. لم تتقبلها الجماهير. إدارة تحميه. قال وقتها ما عناش جمعية وما هيش متاع تشامبيونز ليج، وراهو جيت على بروجي لازم وقت ولازم كذا. اي ما تخسرش زاد ما تشكوب محترمين، ما تخسرش ما تشكوب بكيك عاد. جعادي ما تخسرش نزل تشامبيونز ليج داكور، اما تخسر مع فريق درجة ثالثة ما تخسرش زادا. لا وستيف كيف كيف ستيف تربح 4-5 فاسيلمون. دونك فوالا باش نبداوش موضوعنا جعادي. لا جوست كونتر اكزامبل تحية لي نقول لك هي فوالا الاشكال مش في جعادي، هو في مدى تقبل الجماهير لفكرة البناء هذايا نتاع المشروع، ولازم وقت ولازم عام وعامين وتهز تيتروات وكذا. ما عام وعامين تي ها سنة يحاول يحاول يقوم بمجهود ويحاول ينجم يهز على المستوى المحلي، ينجم يهز. انا كي نسمع وليد قرفله صباح يقول الكومبيتيسيون هذه معاملين عليها بالقديم تاع تاع السوبر ليغ، يعني حاش بالريزولتا ايميديا. وقت اللي تشارك في البطوله العربيه في طنبك وتقص على البريباراسيون، وحكينا على البريباراسيون مدى تاثيرها في وسط العام اللي هنا نشوفوا فيه تاع وقت مناول، مع تحاشتك انت بريزولتا ايميديا ميم حتى او ديبون دو لا بريباراسيون. دونك هنا لو ميساج لازم يكون واضح للجماهير من المدرب ومن الاداره، شنو البوليتيك الرياضيه نتاع النادي. ويسع عبد الباقي، شوف انا هذه حكايه عنده تجربه في افريقيا، هات ناخذوهم اللي عنده تجربه في افريقيا. شكون اللي عنده تجربه في افريقيا وقعد ديما هو اللي طاغي على افريقيا من المدربين جبار؟ نجاح غير مضمون. تنجم تكون عندك تجربه في افريقيا وما تنجحش. موتسيماني نجح وما نجحش في افريقيا. كالديرون رانا لي جروند ايكيب معناها في الرجاء تجربه، معناها معناها يعرف افريقيا، معناها شيء ولا يعرف يعرف افريقيا معناها. اذا كان هذا هو الكريتير يعرف افريقيا، راهو 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 مشكله الترجي داخليه بالاساس. راي المشكل مشكله امبيونس جينيرال، راهو لا يحلها لك لا اجنبي لا تونسي لا قجمي. قبل ما تتوجه للجنسيه نتاعو وشكون وكذا، لا كوزين انتر نظف امورك. بعد تالي اي مش مدرب مش المدرب انه ينظف الكوزين انتر، انه يقف على لا المدرب لازم يجي التفاصيل اليوميه نظيفه باش يجي يخدم. ما هو زاد بيده اقوى مدرب مورينو في الجو هذا، راهو ما يعطيك حتى شيء. ما هو الفيستير بيد المدرب، هو اذا كان فيستير ما نحكيوش فيستير برك، نحكيو انفيرونمون كامل نتاع جمعيه عايش خويا، بما فيها حتى الاطراف المعنيه بالجمعيه واللي هي خارج الجمعيه. تو نحكيو على عائله موسعه داكور، الجو ما هوش الجو متعكر، باجيت تاكل في بعضها، هذه ستون فيريتي تعب نسميه باللي لازم نسميه. هذا هو اللي يلزمه ينضاف باش بعد جيب حط اي مدرب بالامكانيات اللي عندك تو يحقق لو مينيموم تاع لي زوبجيكتيف نتاعك يتحقق، ما تطيحش تحت المينيموم. مو مش مطلوب منك راهو انك النجاح يجب تسكب افريقيا ما كانش ينجح، لا المطلوب منك انك تبقى مراهن. صحيح. يعني ديما في الكاريداس فينال ديما تكون غادي، ما تطيحش في دور المجموعات، ما 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 ما, ما تطيحش ضد فريق اضعف منك في الانكارت فينال. هذا هو المطلوب منك، تهز ما تهزش. هذه سيتي ما عمناه ولا السنة ان شاء الله ريال مدريد، فهمت معناها مش بالضروره ديما ديما نفس الفريق، فهمتني. الور اي مدرب مهما كانت قيمته، راه المدرب ما يكفيش انه تكون عنده شهيد وتجربه ثريه، راه شهيد وتجربه ثريه ويجي يقع امبيونس خايبه ما يجيبش يخدم فيها، يجي هو يصلح منه وتتعوج من غادي، هو يسد نقبه وتتحل نقبه اخرى، راه ما يجمش ينجح. وطالما ان الامور هذه لم تعالج في جذورها وديما محطوطة على شيروة وطاو نشوفوا أجنبي بلاي تنحكيه بكل صراحة. سعيد السيبي مقصر في الكلوبة، مش مقصر حسب رأيي بالإمكانيات المتوفرة عنده. بن يونس مقصر في الإتوالة،
بالامكانيات اللي عنده، ماهوش مقصر. الكوكي مقصر في السي اس اس، شي يزيدوا على طارق ثابت هذا من كل، شي يزيدوا على طارق ثابت. تقول لي عندي اوبجيكتيف افريكا، حتى ليتوال عنده، حتى الكليب عنده. يكفي انك تحمي مدربك، انت ماكش باش تجيب مدرب من الملحومه، باش تجيب مدرب عنده شهيد وعنده تجربه. طارق عنده تجربه وعنده شهيد وعنده، مانيش راهو قاعد نقول انه لا قبل ولا بعد، ما نحكي جلوبالمون، فهمت يا خويا؟ تحب على اجنبي، حط توا تونسي، انت حط توا تونسي المرحله هذه وجيب اجنبي كي اسيست الكلوب الكل، اما مانجير جينيرال من اللي كول حتى السينيور، والعام الجاي يلتي هذيك السينيور، يعرف دنيته، يعرف ايش ثم وما له ما عليه، ويساعدوا ولا ما يساعدوش وكذا، وبعد التيان الواحد، فهمت؟ الور بالطريقه هكا. تذكر مره جاء اونترونور في وترا اومارش للاسبيرانس ديغي بيرو، فرنساوي من الاطر الفرنسيه المعروفه والمشهود لها جدا، اونترونور فورماتور وحاجه كبيره، عامتها جاء ماتش الدربي خسرت الاسبيرانس مع الكلوب وقتها، بعد سنوات ما خسرش بونتو بوكونغ وقتها. الور الجمهور هيج وهبل، خرج ديك بيرو قال اش ثم، ما فهم شيء. بالنسبه لي هو الحصول العادي، معناه نورمال ايه بالنسبه عادي. للجمهور ماهوش عادي تنحى بعد الماتش هذاك ايه. وعلى كلمه اش ثم تنحى. الور راك توا تي فا كورير لي ميم ريسك، علاش انت احتمال النجاح والفشل قايم مع تونسي ومع اجنبي، داكوردو؟ انا اللي تكلف لي ارخص وقل ديغا هو اللي نمشي فيه، اللي ارخص وقل ديغا تو هو توسي باهي. والبيجي راهو معناتها سمعنا زاد وليد قرفيله قال ثم بيجي راهو يحكم، يعني راهو مش اجنبي، معناتها اي اجنبي راهو ثم، معناتها المطلوب اجنبي دو كاليبر اللي انت عندك باش تحط الباكو. يعني كي يشوفوا مارسيل كولر مثلا يريني في الاهلي، راهي شهريته شهريه واحده مع الاهلي، حق اللي كان ياخو فيه معين ولا نبيل معلول عام كامل، معناتها شهريه مدرب في الترجي عام كامل، حق شهرية مدرب الأهلي في شهر. يعني البيجي هنايا من معناتها راهو بيجي، ساعات تلقى دي شيفر أسترونوميك مع سياح يجيو يرانيو في تونس، دونك هنايا المعادلة صعيب. كذلك قال يتماشى مع نوعية ملاعبين الموجودين في الترجي، مهمة جدا النقطة هذه، أنا سكوت عديت عليها اللي هو قال صغر سن اللاعبين، ما فماش ملاعبين ليدور في الترجي الرياضي تونس، فماش ملاعبين دي ليدور، دونك لازم فما لو كوتي فورماتور انه باش يسقل موهبه الملاعبين ويحسن منهم. هالخلطه هذيا مين باش يجيبها ترش؟ مادام وليد في غوارديولا ما فماش هذا، اكيد انه لا اكيد انه عنده معطيات وليد ما حبش يقول عليهم من تو. اثنين، فما مدربين عندهم الخبره، ربما الترجي مؤكد انه عنده اسم ولا اثنين عندهم الخبره ويحبوا يخدموا في الاسبيرانس، هذا مؤكد. دونك اجنبي عنده خبره وماهوش مش تكلف برشا، ربما هذا هو التوجه العام. وبوتيتر نمشي في الكلام اللي قالوا باكي فورماتور اللي يحب يخدم مع لي جون، مادام اعطى دي زانديس وليد قرفاله هذوما، سيكو الترجي محضر زوز ولا ثلاثه اسامي قاعد انا ما عنديش معلومه ولكن استنتاج انه قاعد ربما في مناقشات مع زوز ولا ثلاثه اليوم ينطلقوا رسميا. هذا مؤكد، اما مش ديما راهو الاجنبي غالي، ما ناخذوش هكا بعين الاعتبار. انا معناتها تجيب اسم انكونو مش معروف، لا ما بار انكونو، مش يقول لك جمهور شكون هذا. كيما الملاعبيه كبار يطيحوا في لي سالير نتاعهم باش يعاود ينطلق في مغامره اخرى، كيما مدربين كبار ولا عندهم خبره يقول لك نطيح شويه وفرصه اني نشد اسبيرونس ونعمل بروجي نتاع عامين ونرجع للشامبيونز ليغ لواجهه، ومن بعد نطالب باضعاف الاضعاف الاضعاف في الخليج ولا في اوروبا. انت قلت وليد قرفاله باز عنده المعطيات، يا اخي وليد قرفاله تخلي تفرش في اللايف، هذا مؤكد ما يسمعني يا وليد. تحيه لوليد، تحيه لبلاصتك هنا وليد قرفاله. يعطيك صحه سمير السليمي، يعطيك صحه عبد الباقي مسعود. الموضوع نتاع مسابقات الفريقيه ان شاء الله نرجع له غدوه، باش نرجعوا على المستويات واللي كلوب، باش نعملوا عليهم ريشيرش بالكدا بالكدا، وشكون من المفاجئات المرتقبه. شكرا للجميع في المتابعه وفي الاستماع، غدوه ملتقانا ان شاء الله كالعاده في نفس التوقيت وفي حلقه جديده. تصبحوا على خير. سبور بلوس على اي اف ام، احلى راديو.